خاطب النهاردة الإعلام أخبار حسن شاكوش دي، لو سألتني أنا بتكلم في إيه؟ الأقصر بلدنا بلد سواح، فين دور الإعلام من كل ده؟ اللي مطلوب إيه؟ فعلوا دوركم، ضموا صوتكم لصوتنا، قطاع السياحة والفنادق. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم طارق المنشاوي وحديث جديد عن قطاع السياحة والفنادق. قبل ما نتكلم على اللي احنا عايزين نتكلم عليه او نتكلم في قطاع السياحة والفنادق، في اخبار بصراحة مهمة يعني عايزين نتكلم عليها وما كلمناش عليها بقالنا فترة. عايزين نسألكم عن اخبار حسن شاكوش ايه، او حمو بيكا، او عمر كمال، او حتى اي خناقة كده ما بين لعيبة وبعضهم، او ما بين ممثلين وبعضهم، او حتى اخبار فضايح، اي فضايح ممكن نتكلم عليه، او حتى اخبار البنات اللي كانوا اتسجنوا بسبب التيك توك، وعايزين نعرف اخبارهم ايه، بياكلوا كويس، بيشربوا كويس، بيناموا كويس في السجن، هل بيصوروا ولا بيصوروش. الناس يا جماعه مفتقداهم، مفتقده كل الاخبار دي. لو سالتني انا بتكلم في ايه هقول لك انا اسف، يعني النهارده القطاع السياحي ملوش دور في الاعلام، فبدل ما نيجي نتكلم عن القطاع السياحي، لا خلينا نتكلم عن المهازل اللي موجودة حاليا دلوقتي واللي الناس كلها متابعاها، ولو حتى الناس مش متابعاها بتشوفها غصب عنها في السوشيال ميديا، ولو ما بتشوفهاش في السوشيال ميديا بتلاقي التلفزيون لحد بيتك قاعد بيكلمك في المواضيع دي سواء انت مهتم ولا مش مهتم. وكأن مهنة الإعلام المصري عندنا تحولت من ان هو بيثقف شعب الى انه بيجهل وبيسفه شعب. النهارده لما نيجي ونشوف الرئيس ترامب في اول فترته الرئاسيه لما كان بيتكلم وبيوجه كلامه دايما، وكان بيبقى تلاقيه دايما عنده مناوشات مع الصحافه ويمكن لحد النهارده، وكمان الرئيس السيسي لما كان في بدايه المرحله الرئاسيه بتاعته الاولى وكان طالع بيتكلم وبيدعو الاعلام انه يبدا انه يركز في قضايا مهمه تخص وتهم الشعب المصري، وكانوا كلهم بيتكلموا وما زال كلنا بنتكلم في قد ايه ان قطاع الاعلام مهم جدا ومؤثر جدا. فالنهاردة قطاع الاعلام ليه دور محدش يقدر ينكره. النهاردة لما نيجي نقول الاعلام بتاعنا فين من قضايا استثمار كبير جدا في مصر اسمه قطاع السياحة والفنادق، مش هنلاقي ليه اي دور. النهاردة لما نيجي نتكلم عن الاعلام المصري من سنوات السنوات ومن زمان جدا اللي بنقول فين دور الاعلام المصري فانه يبرز المعالم السياحية المصرية، وما يكتفيش بس ان وزارة السياحة والاثار المصرية بتروح تتعاقد مع شركات متخصصة علشان ان هي تظهر معالم السياحية المصرية داخل جمهورية مصر العربية للعالم ككل، ما بنلاقيش فيه اي دور موجود للاعلام. لما نيجي النهاردة نقول فين صناع السينما اللي احنا يعني لو قعدنا نفتكر كده هنلاقي فيلم وحيد ومغروز جوانا كلنا من الشباب الصغيرين لحد الكبار، الفيلم الشهير طبعا فيلم الكرنك بتاع محمد رضا، والاغنيه الجميله اللي اتغنت الأقصر بلدنا بلد سواح، هو ده يكاد يكون الفيلم الوحيد اللي قدر انه يخاطب العالم كله على السياحه المصريه. فين من ايام الفيلم ده لحد النهارده فين قطاع السينما او قطاع الاعلام بشكل عام؟ النهارده قطاع السياحه متضرر، ومتضرر من شهر مارس اللي فات، والاعلام ما زال في غياب تام تام عن القضية عن قضية السياحة والفنادق. استثمار كبير جدا موجود في مصر، الصناعة الوحيدة اللي الحمد لله ما زالت مع مر الأزمات اللي عدت عليها ما زالت متماسكة إلى حد ما، وبيحصل لها كبوات وبتقوم من تاني وبتقف على رجليها، وما زال لحد النهاردة هي أكتر حد مغيب أو متغيب عن الساحة الإعلامية اللي موجودة عندنا في جمهورية مصر العربية، سواء في أيام الرخاء او في سواء ايام الكساد زي اللي احنا موجودين فيها في الوقت الحالي. النهارده قطاع الاعلام مش مدي فرصه ولا مدي مساحه للسياحه المصريه ان هو يتكلم عنها، او ان هو حتى يوصل رساله للعالم يقول يا جماعه خلي بالكم ان مصر امان، ان مصر الاعداد في اعداد الكورونا ما هياش الحمد لله كبيره، ومعمول عليها كنترول كويس، والمناطق السياحيه بتاعتنا امنه 100%، والاجراءات الاحترازيه اللي تم الاتفاق عليها من وزاره الصحه المصريه ووزاره السياحه المصريه بتفعل باعلى درجه ممكن، وعندنا مثال حي من اول نص مايو لحد النهارده كان عندنا في بعض الفنادق اللي استقبلت سياحه اوريدي، وكمان فتحنا السياحه الخارجيه، ولحد النهارده الارقام الحمد لله ايجابيه وليست سلبيه.
فين دور الإعلام من كل ده؟ يا جماعة سيبنا من التفاهات، سيبنا من الحاجات اللي بتبوظ عقلنا وبتبوظ مخنا وبتبوظ جيل قادم كبير جدا اسمه الشباب. فين النهاردة دور الإعلام في زيادة الوعي والثقافة للمصريين سواء في السياحة الداخلية، أو دوره أنه يزود الثقافة والوعي بالمنظومة السياحية اللي موجودة عندنا في مصر للعالم ككل؟ عايزين كمان نثقف ولادنا أنه إزاي يتعاملوا مع السياح وأنه إزاي يبقوا سياح في بلدهم. فين الإعلام من السياحة عندنا في مصر؟ اللي مطلوب إيه؟ مطلوب أن احنا نخصص جزء من نشراتنا الإخبارية أو من برامجنا الإخبارية اللي بيتكلم فيها يوميا عن قطاع السياحة زي بقية دول أوروبا. النهاردة دول العالم دايما تسلط الضوء على السياحة. ليه؟ لأن هم عارفين كويس قوي أهمية السياحة، عارفين كويس قوي الاستثمار بتاع السياحة ده بيأثر في الاقتصاد الدولة بأنهي شكل، عارفين ان لما السياحة بتتأثر قد ايه درجة ونسبة البطالة بترتفع، عارفين قد ايه ان القطاع السياحي لما بيتأثر ان في مجالات كبيرة جدا بتتأثر من وراه، عارفين ان هو استثمار تقيل داخل الدولة. فعشان كده هم مخصصين له برامج او مخصصين له جزء من برامج بيتكلموا دايما فيها عن السياحة. طب احنا النهاردة اقل من كده في ايه؟ هل ينقصنا الامكانيات؟ هل ينقصنا مشاهدين؟ هل ينقصنا؟ ما ينقصناش حاجة. كل الموضوع ان الاعلام بتاعنا عندنا في مصر مش معتبر السياحة في اجندته اليومية او البرامج بتاعته. ولذلك انا بخاطب النهاردة الاعلام، بنتكلم بنقول يا جماعة لو سمحتوا فعلوا دوركم الكبير والمهم في ان انتوا تدعموا قطاع كبير زي قطاع السياحة والفنادق عندنا في مصر، وحاولوا تتكلموا عليه وحاولوا تسلطوا الضوء عليه. اتمنى الخير يا رب لكل الناس، اتمنى الخير للمصريين والقطاع السياحي، اتمنى الخير يا رب للعاملين جميعا بقطاع السياحه والفنادق، اتمنى ان ربنا يزيل الغمه دي عندنا عن قريب. ولو ما شفتوش الفيديوهات اللي قبل كده يا ريت تتفرجوا عليها، لو ما عملتوش سبسكرايب يا ريت تعملوا سبسكرايب، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى لقاء قريب ان شاء الله.